إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. هادشي اخويا رشيد عندي مجهد بزاف عليا اخويا بزاف اخويا بزاف عليا اخويا رشيد. انا كما كان صحي ما تخون منك شي حاجه زي فرعون ما يخرجوش بزاف عليا اخويا رشيد. شو هتقري انا ما قادرش نصبر اخويا رشيد نتمنى نموت اخويا على نبقى بحال هكا بزاف عليا اخويا رشيد هادشي بزاف عليا اخويا رشيد. لا اش تربي بلا ما تربي ايوا كي غادي ندير اخويا رشيد داكشي خاصو يخرج كنبقى معذبه خاصو يخرج انت صبري لا صبري دابا احسن ندير 20 روبيا غدا حصه بحصه ايوا دابا انا هاي انا غادي عاشر وقرا ندير معاك واحد الحل دابا وصافي انت ما تحاوليش تردي وان شاء الله يقرا ودابا لا الا ما رديتش اخويا خصني نتقرع ياك هيا لا تقرع لا تقرع غير شكرا تقرع صافي انا جاتني التقريعة على غرتها ما لا رديت راه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا امكن كريم ورسول الله وابشفاء أعوذ بالله من الله إلى الله ولا غير إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أقسمت عليكم لا إله إلا الله محمد رسول الله أو ألم أو مرض أو عين أو نظرة أو تسليط أو وسواس خناس أو قارن أو تبع أو ريع أو مانع أو عوارض أو هوى أي ضم أو خطاعة لله وطاعة لرسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم إلى قوم ما أمر آباؤهم غافلون الحق قد على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا لأمنا في أعناقهم غلال في رقاقهم محوم وجعلنا من بين أيديهم سدا قديم وغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من تبع بك واخشي الرحمن بغي ففيما أخذ مأذن كريم رحيم وزعم كل ما قدموا وأنا تعلم كل شيء عفينا في إيمان مبين وربنا تعالى أصحاب الذين جاء المرسلون أرسلنا إليهم اثنين اتبعهما فأخذنا بكاربين قالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا أطيرنا بكم تدعونا ربكم ولنمكنكم منا عذابكم أليم قالوا طيبكم بعض ما ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة ذي الرؤيا قالوا يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون تغني عني شبهات شيئا وجعلني وإني لا أدرك إلا بعد المؤمنين إني آمنت بربكم تسمعون خير في الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة أيضا هم خامدون يا حسسنا على عباد ما يأتيهم معصور إلا كانوا به يؤمنون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وجعلنا فيها جنة وأنا بنفسنا في مدينة يأكلون من ثمرة فأنت تؤمن أفلا يشكرون سبحان الذي خلق السماوات ما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون آيتم لهم الليل نصف النهار إذا هم يظلمون والشمس قالوا لا ذلك في العلم وكما قدرنا منازل حتى هذا
فأنا خدينا الشمس كبريت ذلك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم مثله ما يركبون إن شأن ولكم فلا صريخ لهم ولا هم منقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل ما تقوم ما بين أيديكم خلقنا لهم ترحمون وما تأتي من آية من آيات ربهم إلا كانوا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخافون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهل يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم أجداد الأرض ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا قدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون أصحاب الجنة يمشون فاكهون وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام من قوم من رب رحيم وامتازوا اليوم أجل مثل من عليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم واحد مبين ونعبدوني هذا صراط مستقيم ولا ظل منكم جبن كثيرا فلم تكونوا تحقرون هذه جهنم التي كنتم توعدون ونصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواه المدخلين من أيديهم وجدارهم ما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخنا على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون من أمرهم ينكسون بخلق أفلا يعقلون وما أدناه الشر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين إذن من كان حيما يحق الخلق على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما بزيدين أنا من فهم ذلك مالكون ودللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون ولهم في منارهم شرب افلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون يسرهم جندهم حذرهم فيزيد منك قولهم إن أعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثل واسي خلقه وقال من يحيي العظام وهي رميم ويحيي الذي ينشأ أول مرة وبكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشر أخذر النار فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون يا سمع القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوم ما أنذر آباءهم فهم غافلون الحق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا في أعناقهم فهم مكمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم وأنذرهم أم تنذرهم لا يؤمنون إنا تنذر من اتبع الذكر وعصي الرحمن بغيه وبشروا بالمغفرة وعلم كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرا الكونكسيون إنا إليكم قالوا ما أنتم إلا رسول الله وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البراءين يا من تزور ربكم بسمعون خير خرج انتقال يا ليت قومي يعلمون بما فعل ربي وجعلني من المكرمين وما انزلنا على قومهم بعد من جند من السماء وما كنا منذرين ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم خامدون يا حسرتنا على عبادي ما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون الم يروا كنا لكنا قبل من القران انهم اليهم يرجعون ولينا محضرون لكن كل ميتة أحييناها وكنا أحبا منه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من عيون ليأكلوا من ثمر وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم مما لا يعلمون أعرف لهم الليل منكم النار إذا مظلمون
والشمس تجمع سحرها ذلك تقدير العزيز، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرض القديم، لا الشمس ينبغي تدرك القمر ولا الليل صعبة النهار، وكل في فلك يسبحون، وآية أن أحد ما ذكر في ذلك مشهور، وخلقنا لهم مثله ما يركبون، إن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا ينقذون إلا رحمة منا، وما شاء إلى حين إذا كنا تقوم عليه. وما تأتي من آية من آياتهم إلا أن كان أمر به وإذا قيل أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا أمرهم من الذي يشاء الله وطعم إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون مصدقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور بإذا من الأجداد إلى عربهم ينسلون قالوا يا لنا من بات من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فبعيدهم جميعا لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة مشركون فيكون هم أزواجهم في بلادها غرق أولئك متكئون لهم فيها فاكهة ورمى يقرأون يا مريم ابن عبد ابن بني آل كما أن لا تقوموا الشيطان إنه لكم عدو على ظل منكم جبن كثير إلى أن أنتم تقولون هذه هي التي كنتم توعدون أصلها اليوم بما كنتم تقولون اليوم أختم على أفضل من كلمة أيدي مجد أجل بما كان يكسبون لأن الشارة مصنع رأيهم فوق الصلاة فأنا يبصرون لأن الشارة مصنع مال متانات من فرص الصحابة دي ولا يجعون من عمرهم يركسوا بالغطي أفضل يأخذون وما دنيا الشر وما ينبغي له هو إلا ذكر القرآن المبين لمن كان حين احتلق ذلك يا رب كريم أو لم يروا أننا خلقنا لهم مما من زيد إن آمن قبل ذلكون وذللنا آلهم فبها ركوبهم منها يأكلون ولهم في كمنا فهو مشارب فلا يشكرون وادخلوا من دون الله مرضٍ كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه بإمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إن جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم فكذبوه ما فأنزلنا من تابعين قال إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا اصطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجو من لكم لمسنكم منا عذاب أليم قالوا ضاحكم معهم إن كذب بل أنتم قوم مسرفون وجاء مقتل مدينة رئيسها قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذوا من دوني آلهة إن يردني الرحمن ضرا لا تغني عني شفاعتي شيئا ولا ينقذون إني إذا لا في ضلال مبين إني آمنت بربكم أسمعون يخيركم جنة قال عليها ليت قومي يعلمون بما فعل ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قوم بعد من جند من السماء وما كنت إلا صحة واحدة إلى عمقان دون إلا حتى تعالى ذلك ما يتم نصور إلا كانوا به السبيلون لم يوكلنا قد أمنا قد أمنا أمام إلا إما شؤون كل لما لم يلتنا محنا أعيز لهم الأرض الميتة أحيينا وأخذنا من أحد منه يأكلون وجعلنا في جنات من خير وأناب وفجرنا في أمنا ليأكل من ثمره وما عملت أيديهم أبرا يشكرهم سبحان الذي خلق الأزوار كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون آية لهم الليل نصف النهار إذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك ربي لا أزال والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعشرون قديم لا الشمس ينبغي تدرك القمر
والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم فيه ما يركبون نشأنا لهم فرع صريخ لهم مقعدون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل ما اتقوا ما بين أيديهم وما خلفكم لعلهم ترحمون وما تأتي من آية من آيات ربهم إلا كانوا أرحم الراحمين وإذا قيل ما اتقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا إن أنتم إلا قيل الغالي المبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخافون يا عبادنا العبد الرحمن سقى المنصرون كان إلا صاحب عيدا هم جميعا لدينا محترم قد يأمنا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة في مشكل هم أزواجهم في ذي العلاقة الأرائك متكئون لو فيها فاكهة كلهم ما يدعون سلام قبل من رب رحيم وامتازوا اليوم أيوم بسم أحدكم يا بني آدم لا تقبلوا الشيطان إنه لكم عدو مبين أعبدوني هذا صراط مستقيم لم تكونوا تعقلون جهنم التي كنتم توعدون أصلها يوم بما كنتم تذكرون أي مخصم عليهم فهي مدخل من أي إذا كنت تدرون بما كانوا يكسبون لو نشاء لمسخنا على عيونهم سبق اقتراب أن يبصرون لو نشاء لمسخنا على مكانتهم فما استطاعوا ولا يرجعون من عملهم ينقصوا بالخلق أن لا يعقلون وما علمناه الشر وما ينبغي له وإلا ذكر قرآن مبين إلا من كان حي ما يخلق على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم من إلا لآلهة لعلهم ينصرون لا يستنصرون جد المعلومون لا يزن الله قول ابن العلم ما يسرون وما يبنون أولم يرى الإنسان أن خلقنا من قبل إلا هو خاصم مبين ربنا نعمة المسيح خلقه قال من يحيي إلى مهين ويحيي الذي يعشى ولا مرة يقوم بكل خلق العلم الذي لا يكون من شر أخبرنا فإذا تبنوا توقدون وليس الذي في خلق السماء والأرض بقادر على أحد يتقدمون بل هو الخلاق العلم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملك الله تقرأت خيتش لا ما تخشيت هكذا يعني ما تخش تخيش راحك اصلا ما تقرعتش ما تقرعتش بقاش فين نزيد باش تنصور لكم باش تشوفوني يا هذا باين اش نقول لكم اخوتي رجعت عاوتاني اخوتي مور ما شتوني تقيد داك البيضيه موراها يا اخوتي غير بواحد شويه تقيت يا اخوتي داك الشيء صفر ومر مر 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 شتو داو معايا اخوتي داو 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 شي اخوتي راه صعيب اخوتي خرج لي داك الشيء كنحس بيه كي يطلع لي مال المصران الحمد لله اخوتي الحمد لله حاجه واحده اللي غادي نقول حسبي الله ونعم الوكيل في اي واحد وفي اي وحده دارت لي شي حاجه سواء من القريب او لا من البعيد اخوتي هو دايو معايا اخوتي دايو دعوه ديالكم اخوتي بغيت اللي فيها الخير الحمد لله على كل حال الحمد لله